السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله نبدأ أول محاضرات البيوكيمستري في هذا السيستم، ونسأل الله التوفيق والسداد وينفعنا بهذا العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يا إخوة يا كرام، راح أتكلم عن موضوع وعن موضوع الهيموغلوبين. أول محاضرة بسلسلة البيوكيمستري اللي هي الهيموغلوبين. هلا بشكل عام رح نحكي مقدمة سريعة. بسم الله نبدأ. هلا أهم المواضيع اللي رح نناقشها وناخذها بعين الاعتبار اليوم اللي هو تركيب الهيموغلوبين. تمام، هيموغلوبين هو عبارة عن جلوبين مربوط مجموعة هيم، رح نتفصل في هذا الموضوع بالتفصيل. وعندنا أيضا يا كرام اللي هو مركب الهيم. إيش الهيم؟ وهو عبارة عن شو؟ ورح نتفصل بالتفصيل. وعندنا أهم الروابط اللي بتكون بين الهيموغلوبين. نحن عم نعرف إنه الهيموغلوبين عبارة عن بروتين، عبارة عن بروتين زي هيك بيكون شكله. تمام، فبين كل بروتين وبروتين أو كل جزء من الهيموغلوبين راح يكون في بيناتهم روابط معينة، راح نتفصل في هذا الأمر بالتفصيل إن شاء الله. راح نتكلم عن الأكسجين ساتوريشن كيرف مش بالتفصيل، ولكن نبذة عنه لأنه في محاضرات رح نتفصل بهذا الامر باذن الله تعالى. رح نتكلم عن الار والتي ستيت للهيموغلوبين. وعن رح نحكي ان شاء الله اليوم عن انواع الهيموغلوبين من فتره الامبريوجينيسيس، الفيتال ديفلوبمنت والنيوناتال لحتى الادلت هود. تمام، رح نتكلم طبعا عن دور الهيموغلوبين، تطبيقات الهيموغلوبين بالحياه الكلينيكيه او السريريه في مراقبه مرضى السكري، انه هل هذا المريض السكر ملتزم بأدويته، أم هذا المريض الدواء معه ما أو هذا الدواء مش ظابط معه أو لازم نعلي الجرعة. فهي ما أحد التطبيقات للهيموغلوبين. وآخر موضوع اللي هو نبذة بسيطة عن الجينيتكس. فبسم الله نبدأ، نحط الليزر بوينت. تمام، بسم الله. هاي بعض المصادر اللي الدكتور وضعها. تمام، الآن في عنا الهيموبروتينز. من كلمة هيم، شو يعني هيم؟ خلينا نحط القلم. هيم مجموعة الهيم، بروتين أي بروتينات تندمج وتحتوي على مجموعة الهيم. فعندي الهيم بروتين هو عبارة عن أبو بروتين زائد الهيم زائد مجموعة الهيم. إيش هي مجموعة الهيم؟ راح أتفصل فيها للأمام إن شاء الله. ولكن المهم النقطة التيك هوم مسج اللي لازم نعرفها، إنه الهيم بروتين عبارة عن أبو بروتين زاد مجموعة الهيم. أبو بروتين لحاله ما راح يدي له وظيفة إذا ما كان هاي اللي هي مجموعة الهيم موجودة. مجموعة الهيم هي عبارة عن بروثستيك جروب. إيش هي البروثستيك جروب؟ هي عبارة عن أي كو فاكتور أو أي عامل مساعد، ممكن يكون فيتامين، سكر، ليبيد، حديد، هيم مثلا. ولكن الفكرة الأساسية إنه هو ما بتكون من أي حمض أميني. تمام، فهي الفكرة الأساسية. تمام، وهي بعض الأمثلة للبروتينات الهيم بروتينز. مايوجلوبين، هيموجلوبين، سايتوكروم، سايتوكروم سيستم موجود بالكبد وهكذا. وهذا هو الهيم، وسوف نتفصل في هذا المركب بإذن الله تعالى. الآن يا كرام، هلا قبل ما نتفصل بهم بدي إياكم بس تعرفوا المعلومة. في عندي شيء اسمه Fe بلس 2، في عندي شيء اسمه Fe بلس 3. ال Fe بلس 2 هو عبارة عن الفرس، أما ال Fe بلس 3 اللي هو الفرك. الفكرة الأساسية اللي بدي أحكي لكم إياها إنه اللي راح يفوت معنا بتركيب الهيم اللي هو ال Fe بلس 2 اللي هو الفرس. تمام، بس هاي الفكرة. الآن يا كرام، هذا هو مركب الهيم. الآن مركب الهيم كيف بيجي؟ بيجي من مجموعة حديد اللي هي الفرس، ومع مركب اللي اسمه بورتوبورفرين. البورتوبورفرين هذا من وين بيجي؟ في له عمليات معينة راح نتفصل فيها للمحاضرات القادمة بإذن الله تعالى. ولكن أهم شيء، أهم نقطة بدي اياك تعرف، انه الهيم عبارة عن
مركب البورتوبورفارين اللي هو هذا المركب الكبير مع مجموعة الحديد أو الفرس، تمام؟ الفرس زائد مجموعة البورتوبورفارين هاي راح تعطيني مركب الهيم. خلينا نمسح. فالبورتوبورفارين 9 اللي جاي من عمليات سابقة ما راح نتكلم عنها الآن، زائد مجموعة الحديد اللي هي الفرس راح تعطيني مجموعة الهيم. هلا في كم نقطة لازم نتفصل فيها. هلا عندي أنا مجموعة الهيم، هاي مجموعة الهيم بشكل مكبر، تمام؟ يعني هي نفسها هاي، تمام؟ راح نتفصل شوي فيها. إيش عندي بالهيم؟ عندي أول إشي عندي البروبونيت، استنى شوي. عندي مجموعة البروبونيت اللي هي تحتوي على شحنة سالبة، كمان واحدة هون ثانية. وعندي أربع حلقات من البايرول رينجز، تمام؟ عندي أربع حلقات A B C D، تمام؟ ومع الأربع حلقات هذول في عندي مركب الميثايل جروب وفينيل جروب، تمام؟ بس. وفي عندي طبعا الشيء المهم اللي هو مجموعة الحديد المرتبطة مع أربع ذرات نيتروجين، وفي كمان منطقتين للترابط رح نتكلم عنها بالتفصيل الآن. هلا الفكرة اللي بدي أوصلكم إياها أنه هذا المركب اللي هو الهيم عبارة عن هيدروفوبيك موليكيول، تمام؟ هيدرو مائي، فوبيك يعني بالترجمة الحرفية يخاف أو يبتعد، تمام؟ الآن الحديد الفرس اللي هو زائد 2 عنده 6 أماكن للارتباط، تمام؟ اللي هما 4 ذرات النيتروجين، بس خليني أمسح، اللي هما هذول 1 2 3 4، وفي كمان 2 راح نذكرهم الآن، تمام؟ عندي البروكسيمال هيستيدين هي رقم 5، وعندي الأكسجين الأوتو اللي هي الرقم 6. فأكرر، عندي أنا مجموعة الحديد اللي هي الفراس ترتبط مع 4 ذرات نيتروجين، تمام؟ وما عندي واحدة هيستيدين اللي هو حمض أمين هيستيدين، وعندي O2، تمام؟ هذول كلهم بيرتبطوا مع الفرس، تمام؟ تمام. الآن هون شايفين هاي هذا الشكل الجميل، هذه هي مجموعة الهيم. في عندي ألفا، عندي سب يونت بيتا هي واحدة، وهي سكند سب يونت، وهي ثيرد سب يونت، وهي فورث سب يونت. الآن كل سب يونت في عندي مجموعة هيم، وهي مجموعة الهيم تتميز انها زي ما حكينا راح ترتبط بالاوتو اللي حكينا عنه سابقا اللي هي هاي، تمام؟ فالشيء الحلو بهذا المركب انه في شيء مسمى اسمه البوزيتيف كو اوبراتيفيتي، يعني اذا اجى عندي ذرة اكسجين اجت لهون، تمام؟ ارتبطت مع مجموعة الهيم هاي، راح ادي الى انه الاكسجين لما يجي يرتبط مع السب يونت هاي راح يتلاقي سهولة اكثر، يعني راح يرتبط معه بشكل اسرع، يعني ارتباط الاكسجين بالسب يونت هاي راح يسهل ارتباط الاكسجين بالسب يونت هاي وهي وهي وعلى هذا المنوال، تمام؟ راح نتفصل بهذا الامر لقدام ان شاء الله. الان الهيموجلوبين حكينا هو جلوبيلر بروتين. ايش يعني جلوبيلر بروتين؟ يعني زي هيك شكله كروي، كروي، تمام؟ كروي الشكل، تمام؟ وحكينا في عنا بروكسيمال هيستيدين وفي ديستال هيستيدين، تمام؟ واهم شيء فيه انه هو اولستريك بروتين. ايش يعني اولستريك بروتين؟ يعني هو عباره عن تترمر وفي اكثر من سب يونت، تمام؟ في عندي 4 سب يونتس اللي حكيناهم 2 الفا و2 بيتا. هلا الالفا سب يونت او الفا بولي بيبتايد يحتوي على 141 امينو اسيد، ارجينين 141 هو اخر واحد، تمام؟ وهذا كثير مهم ركزوا لي عليه. وعندي البيتا بولي بيبتايد اللي هو 146 حمض اميني اللي هو هيستيدين 146، كمان ركزوا لي عليه. هلا القاسم المشترك بين الحمض بين الالفا بولي بيبتايد والبيتا بولي بيبتايد اللي هو الحمض الاميني الفالين، تمام؟ اللي هو الحمض الاميني رقم واحد في كلا البروتينات بروتينين. الان في عندي الاستراكشر بتغير حسب ارتباط المركبات، راح نتفصل بهذا الامر ان شاء الله. وحكينا انه في عندي بوزيتيف كو اوبراتيفيتي
الاكسجين حكينا عنها هلا. وطبعا بما انه هذا الوستريك بروتين راح يتم يحصل له ريجوليشن بالالوستريك فاكتورز. تمام، هاي الهيستيدين اللي هي بروكسيمال هيستيدين وهي ديستال هيستيدين. ملاحظه بس، الديستال هيستيدين له وظيفه في تثبيت الاو 2 اللي هي هاي فقط. تمام، الان ركزوا معي شوية يا سادة يا كرام. هون عندي حكينا عندي الهيموغلوبين يتكون من 4 سب يونت، واحدة اثنتين ثلاث أربعة. تمام، هاي الصورة بتوضح لي ايش هي الروابط اللي بتخليه لهذا المركب اللي هو تترمر، اللي هو مكون من أربع أجزاء، يكون ثابت وما بتفكك. اللي عندي نوع من الروابط اللي هي رابطة اللي هي بتكون بين الدايمر واحد، وفي عندي رابطة بتكون بين الدايمر واحد والدايمر اثنين. يعني الدايمر واحد يتكون من هذا، الدايمر يتكون من الفا 1 وعندي بيتا 1، والدايمر هاي يتكون من بيتا 2 زائد الفا 2. تمام، هي المفروض تكون كابيتال يعني، بس مش بيران. تمام، هلا بين، خليني اصحح، امسح شوي بس. تمام، الفا. الان بين الالفا 1 والبيتا 1 اللي هي هاي، اللي هي هاي، عندي شيء اسمه هيدروفوبيك انتراكشنز بين الفا والبيتا. تمام، اما بين البيتا 2 والالفا 2 نفس الشيء هيدروفوبيك. هلا بين الالفا 1، سوري، الالفا 1 والبيتا 2 او الالفا 1 والالفا 2، في عندي شيء اسمه ويك ايونيك اند هيدروجين بونز بصيروا، وراح نتفصل فيهم بالتفصيل وشو هم الاحماض الامينيه اللي بتساعد لي على هذه الروابط الهيدروجينيه او الكهروساكنه، راح نتفصل فيها. ونفس الشيء عندي بالبيتا 1، بيتا 1 ترتبط مع البيتا 2 والالفا 2 بروابط هيدروجينيه او كهروساكنه. تمام، وفي ملاحظة شايفين هالروابط هاي، هاي كلها ممكن شوي منها يتكسر لما يصير في عندي اوكسجينيشن، راح نتفصل بهذا الموضوع بالتفصيل. الآن هذا مركب الهيموغلوبين قبل الأكسجة، وهون بعد ما تأكسد. المميز فيه انه الهيموغلوبين لما يصير له اوكسجينيشن راح يصير في عندي تغير على المستوى كله شكله 15 درجة، راح تفصل ليش صار هذا التغير. تمام، وهذا التغير راح يدي الى كسر روابط هيدروجينية اللي ذكرناها فوق اللي هي هذول، عشان شوي اللي هذول راح تكسر ممكن ثنتين ثلاث بسبب التغير اللي صار هون. تمام، وهذا هو اسمه الاكسجين ساتوريشن، الهيموجلوبين ساتوريشن كيرف. مش راح نفصل فيه صراحة بالمحاضرة هاي، له محاضرة ان شاء الله. تمام، الان هلا انا هتفصل ايش بصير، ليش بصير في عندي اللي هو هذا التغير. شايفين التغير هذا من هون لهون، ليش بصير في عندي هاد 15 ديجري تشينج، ليش بصير في عندي؟ هلا نتفصل فيه. الان هلا هذا مركب الهيم من الطرف، الان هذا قبل الاكسجينيشن، اوكي، هذا قبل الاكسجينيشن ويسمى دي اوكسي هيموغلوبين، اوكي. ومجموعة الحديد اللي هي الفرس مرتبطة مع خمس روابط اللي هم حكينا، اللي هي هيستيدين وأربع ذرات نيتروجين اللي موجودة بالبورتوفارين 9. تمام، لما تيجي مجموعة الأكسجين وبترتبط مع الحديد راح يصير في عندي مجموعة سائلة ترتبط. هلا في بس شغلة بدي أذكرها، خلينا أمسح كل هاد. الآن هلا بسبب في عندي شيء زي انه تباعد كهربائي او ريبلشن بيصير بسبب الذرات، مثلا النيتروجين مع النيتروجين مثلا، او الحديد مع الهيستيدين، او الحديد مع ذرات اخرى. فبس هتلاحظوا انه الحديد او مجموعه الهيم هيك نازله تحت شوي. تمام، ايه سبب ما؟ لما يصير في عندي اوكسجينيشن بيجي الاكسجين بيرتبط مع الحديد الفرس، فبصير في عندي زي انه تثبيت او استقرار هذا المركب، فبيطلع لفوق شوي. هذا التغير مقدار 4 انستجروم. تمام، وهذا التغيير، شايف التغيير البسيط هو 4 انستجروم، راح يدي له هذا التغيير الكبير، فسبحان الله يعني. فأكرر،
بسبب الاكسجينيشن راح يصير في عندي تغير على مستوى الهيموجلوبين، زي انه بيشفطه لفوق، الاكسجين بيشفط الحديد وحجمات الهيم لفوق، فهذا راح يؤدي لي الى انه يطلع لفوق ويتغير شكل الهيموجلوبين 15 درجة. تمام، وهذا التغيير تفصل فيه اكثر، بما انه صار عندي شفط لفوق فهذا راح يؤدي لي الى تغيير بالسب يونت نفسها. يعني بيقول لك changes in the tertiary structure of the individual hemoglobin subunit راح يؤدي لي الى انه يصير عندي تغير على مستوى الجلوبين كله، البروتين كله اللي هو الهيموجلوبين. تمام، هلا هاي الحركه او هذا التغيير راح يؤدي الى تكسير الروابط الكهروساكنه اللي ذكرناها سابقا والروابط الهيدروجينيه. تمام، اللي هم هذول. تمام، هلا هاي في عندي الهيموجلوبين ايش مميز فيه؟ بيكون بحاله التي قبل الاكسجينيشن وبحاله الار. ايش يعني حاله التي وحاله الار؟ حاله التي اللي هي التوت ستيت، اللي هي بيكون الهيموجلوبين، راح نتفصل فيه، في له موديل متفصل فيه ان شاء الله، ولكن اللي بدي اياك تعرفه انه هذا المركب الهيموجلوبين له لو افينيتي، هاز لو افينيتي للاكسجين. تمام، بينما الار عنده هاي افينيتي للاكسجين. تمام، هذا غالبا نجده بالتيشوز وهذا غالبا نلاقيه باللنجز. تمام، هلا هذا المركب بحاله دي اوكسجينيشن او دي اوكسي هيموجلوبين او حاله التي حكينا انه عنده ويك ايونيك اند هيدروجين بونز. تمام، لما يصير في عندي اوكسجينيشن باربع جزيئات من الاكسجين راح يصير في عندي تكسير للروابط الهيدروجينيه، بعض الروابط الهيدروجينيه مش كلها، وبعض الروابط الايونيه. تمام، كما هو مذكور هنا، some ionic and hydrogen bonds between alpha beta dimers are broken in the oxygenated state. هاي بحاله الاوكسي هيموجلوبين اوكسجينيشن. تمام، فبصير عندي تكسير بسبب ليش؟ بصير تكسير بسبب التغير بالشكل. تمام، يكون عندي شكل معين، يكون عندي روابط معينه، لما تغير الشكل بتكسر روابط هاي، ورح نتفصل في هذا الامر ان شاء الله بالتفصيل. هلا بدي اياك تركز معي هلا قبل ما نحن نفوت بالموضوع هذا الملحمي هاي، بس بدي اياك تتذكر الكتروستاتيك. شو يعني الكتروستاتيك؟ تتذكروا لما كنا بالمدرسه في تجربه اللي هي تجربه البالون والورق المقصوص هذا، يعني بيجي بطلعك انت مسكين بيقول لك تعال تعال يا طالب، اي استاذ ايش بدك؟ والله في عندي بالون بدي احكه على راسك. طبعا انت مسكين بيجي بياخذك الاستاذ و بنفخ البالون وبحكه على راسك، بقول لك بدي اورجيك سحر. بعد ما اورجيك السحر العظيم طبعا تنبهر مبهور، عمرك ما شفت هذا الاشي. تشوف البالون مع قصاصات الورق هاي اللي هي تحتوي على شحنه موجبه والبالون شحنه سالبه مثلا، فبصير في هيك زي انه تجاذب بيناتهم، فالورق هذا بيلزق مع البالون. طبعا انت بتنبهر تحكي ما هذا يعني. المهم بغض النظر، خلينا نحن هلا جامعه كبرنا الحمد لله وهال الكلام كبرنا عليه الان. فنفس الفكره اللي مثال البالون بيكون عندي هون، يعني عندي مثلا شحنة سالبة هون راح ترتبط برابطة كهروساكنة مع الشحنة الموجبة هون. هلا قبل ما اتفصل واحكي عن الشحنة الكهروسالبة او الكهروموجبة، هلا بدي اياك تركز معي. هلا هاي الفا 1 سب يونت، تمام، او بولي بيبتايد. هاي الفا 1، هلا معقول هدول اللي بيكونوا بروتينين مختلفين ولا بيكون نفس البروتين؟ هل الفا 1 الفا 1 منطقا وعقلا وفهما هي تكون كمالة لهي. تمام، هل هي عجقة صراحة، الصورة عجقة. تمام، بس الفكرة أوصل لك إياها إنه بصير في عندي رابط بين البروتين نفسه، بما إنه هو عبارة عن 141 هو زي إنه هيك شريطة طويلة مع بعض لافعة بعض، فممكن هاي ترتبط مع هاي وتثبت لي هاي، يعني زي اسمنت يعني. فهون بلاقي بالفا 1 فالين 93 وعندي تيروسين 140، في عندي رابطة هيدروجينية ما علينا منها. هلا الحمض الأمين الأخير اللي هو 141 أرجينين اللي هي ممكن نلاقي فوقه شحنة سالبة، راح يرتبط بكهرو بشحنة كهرو سالبة أو رابطة كهرو ساكنة مع اللايسين اللي بيحتوي على شحنة موجبة. تمام، ألفا 2. تمام، يعني زي هيك، يعني هاي الفا 1 هاي الفا 2 هاي الرابطة اللي حكينا عنها قبل شوي بتكون زي هيك.
تمام، بس للتشبيه. تمام، وعندي هون، بس خليني امسح. وعندي هون يا سيد العزيز الشحنة الموجبة الموجودة على الأرجينين راح ترتبط مع الكلورايد، والكلورايد راح يربط لي، كان يربط لي معها مع الألفا 2. تمام، هاي البداية وهي كمالة الألفا 2، شايفين هاي الكمال الألفا 2، بس عشان ما تصير عجقة. تمام، ففي أكثر من رابطة كهرو ساكنة. ونفس الإشي، مش حكينا هاي ألفا 1؟ ألفا 1 راح يرتبط كمان زي ما حكينا الأرجينين 141، شح عنده شحنة موجبة، راح يرتبط برابطة كهرو ساكنة، أو سوري رابطة هيدروجينية مع البيتا 2. تمام، فهي هي القصة. هون نفس الإشي، هاي كمالة البيتا 2، والبيتا 2 بيرتبط مع البيتا 2 اللي هي نفس البروتين، يعني هاي كمالة، هاي هاي الحمض الأميني بثبت هذا الحمض الأميني مع هون، يعني زي إنه تثبيتات، يعني زي إنه اسمنت. الآن هاي الألفا 1 برتبط بشحنة كهرو ساكنة أخرى مع الهيستيدين، يعني هاي الهيستيدين هون سالبة، عنده إشارة سالبة، برتبط مع إشارة موجبة موجودة على اللايسين. وهي الفكرة بس. تمام، الآن هلا هاي بدي اياكم تركزوا عليها كثير، لأنه هاي يعني أجي عليها سؤال سنوات. تمام، هلا حكينا احنا عنا بالتي 4 اللي هو بدي اوكسي هيموغلوبين، وهي الاوكسي هيموغلوبين اللي هو بالار 4. الان يا سيدي العزيز ركز معي، هون البيتا بوليبيبتايد وهون الالفا بوليبيبتايد، احنا حكينا في روابط ممكن هيدروجينيه كهرو ساكنه. عندي هون الاسبرتات مرتبط مع التيروسين برابطه، تمام، برابطه هيدروجينيه. هلا لما يصير في عندي اوكسجينيشن، لاحظ انه البيتا 2 بوليبتايد طلعت لفوق، فهي الرابطه تكسرت وصار في عندي رابطه هيدروجينيه اخرى بين الاسبرتيت الموجود على الالفا 1 وبين الاسبرجينين موجود على البيتا 2. ركزوا عليها الله يرضى عليكم، اجي عليها سؤال سنوات، ما بعرف اذا بتكرر ولا لا يعني، ولكن الفكره موجوده. اكرر، عندي البيتا 2 صار في عندي اوكسجينيشن، هي البيتا 2 بولي بيبتايد اوكسجينيشن. لما يصير في عندي اوكسجينيشن، مش حكينا انه الهيموغلوبين بتغير 15 درجه؟ هذا التغير راح يدي لانه زي انه بيتا 2 بيطلع لفوق، وهي تتكسر الرابطه هاي. لما تتكسر الرابطه هاي بصير في عندي رابطه جديده اللي حكينا هي بين الاسبرجينين بالبيتا 2 موجوده وبين الاسبرتيت موجوده على الالفا 1. فانتوا احفظوا انه بكون بحاله التي 4 عندي رابطه بين التيروسين موجود على الالفا 1 وبين الاسبرتيت موجود على البيتا 2. بينكم والله هي شيء مزعج، بما انه هي بتطلع لفوق، طبعا هي تنزل لتحت كمان، هي السهم هون نسيت اذكرها. تمام، الان في كم سؤال يا صديقي العزيز، يعني بس هيك لريفرشمنت يعني عشان تصحى معي. السؤال الاول، وات ار ذا 6 مولكيولز that bind to the ferrous group in the heme. احنا ذكرناهم اللي هم الحديد، سوري اللي هم اربع ذرات النيتروجين، تمام، واكسجين جزيء الاكسجين، تمام، والهيستيدين، تمام، هيستيدين 8. السؤال الثاني، mention the last amino acid name in the beta and alpha polypeptide. Then هي في انه ناسيها. Then mention the first one. انا حكينا انه البيتا تكون من 146 حمض اميني، واخر واحده اللي هي الهيستيدين. الالفا 141 وتكون من اخر واحده اللي هو الاسبرجينين، تمام، واول واحده بيناتهم اللي هي الفالين، سواء كان بالبيتا ولا بالالفا. السؤال الأخير اللي هو name the bonds tied between alpha 1 alpha alpha 1 beta 1، ايش هم حكينا هذول اللي هم الهيدروفوبيك، دقيقة وينهم، هاي هون الهيدروفوبيك interactions. تمام، هلا هون الأكسجين distribution in the blood versus tissue. هلا بدي اياكم تعرفوا انه منطقا يعني هاي اوكسجينيتد بلاد، هاي بالارتيريال سايد بده يكون 95،
وبالفينس سايد بيكون 40. هلا ما بينهما بصير في عندي زي انه اكسشينج. هلا هاي الانترستيشن فلويد بده يكون 40 ملي جرام ملي متر ميركوري، وبالتيشو نفسه بتكون 23. هي ارقام يعني مش كثير مهمه، واتوقع هاي الارقام يعني الفولار الفيولار اير 144. هاي شغلات اي ثينك بتخص الريسبيرتوري سيستم اكثر من تخص ال اتش ال اس، ولكن مش غلط طلعوا عليهم يعني ما بتعرف كيف السؤال بيجيك يعني. تمام، هي ارقام حفظ. هلا الاكسجين ساتوريشن كذا مش حتفصل فيه صراحه يعني بالتفصيل يعني، بس اهم شيء بدي اياك تعرف انه بما احنا ذكرنا انه الهيموجلوبين عباره عن اولستريك كومباوند اور موليكيول سوري، وبما انه اولستريك موليكيول رح ياخذ هذا الشكل السيجمويدل. تمام، اللي زي هيك. تمام. هلا في شيء اسمه عندي بوزيتيف كو اوبيراتيفيتي. لاحظ يا سيد العزيز انه كل ما كان المركب بيل ابيض كل ما كان عنده لو افينيتي. هي بقول لك اوكسجين بايندنج افينيتي، وهي اللو وهي الهاي. كل ما صار لونه احمر كل ما زاد. هلا اجى جزيء اكسجين هون ارتبط، هي زاد احمراره، واجى جزيء اكسجين ثاني ثالث رابع. هلا شو الفكره بدي اوصلها؟ انه كل ما ارتبط معي اكسجين بمركب اللو افينيتي هاد كل ما سهل ارتباط الاكسجين بالفراغ الثاني. يعني هون ارتبط الاكسجين، لما تيجي اكسجين ثاني هون راح يكون عليها سهل انها ترتبط مع السب يونت هاي، وراح يسهل لي على الاكسجين الثالثة ترتبط مع السب يونت هاي، راح يكون اسهل واسهل على السب يونت الرابع ان الاكسجين يرتبط معها. تمام، وهاي مفهوم بوزيتيف كو اوبيراتيفيتي. تمام، وهذا الشكل حكيناه، وهاي الكو اوبيراتيفيتي زي انه بيعطيني هوموتروبيك افكت للاكسجين. اما الهيتيروتروبيك افكت للسي او 2 رح نتفصل فيها محاضرات السي او 2 ان شاء الله. هلا هيموتروبيك انه بيساعد الاكسجين، انه الاكسجين بيساعد الاكسجين هومو. تمام، وهذا الاكسجين سوري هيموجلوبين اوكسجين ساتوريشن كيرف، هو بيقول لك انه ماخذ سيجمويد الكيرف عشان البوزيتيف كوبرتيفيتي. هاي تكرار. هلا عندنا تي ستيت وار ستيت رح تفصل فيهم. هلا في عندنا اللي هي هيل بلوت. انا مش مطلوب مش كثير مهم تركزوا على المعادله كيف اجت، بس بدي اياكم تعرفوا انه اذا كان قيمه الان يساوي واحد هو ما عنده خاصيه الكوبرتيفيتي، يعني بيكون شكله هيك زي الميوجلوبين ما عنده خاصية الكوبراتيفيتي. تمام، إذا كانت قيمته أقل من واحد بيكون نيجاتيف كوبراتيفيتي، بينما إذا كان قيمته بوزيتيف سوري أكثر من واحد بيكون عنده بوزيتيف كوبراتيفيتي. يعني زي هيك، يعني هاي ال N تساوي 3 هون، وهي T state N تساوي 1. تمام، هاي بالT state وهي بالR state. تمام، هاي التي ستيت هون لما يرتبط الاكسجين بتغير السلوب وبصير زي هيك، فبصير عندي بوزيتيف كوبراتيفيتي. تمام، يعني اكرر يعني هلا التغير هذا بالشكل هذا صار بسبب انه صار يعني شوف هلا هذا التي ستيت. تمام، لما يرتبط الاكسجين بالتي ستيت راح يصير للار ستيت. تمام، فهذا يحدي لي اللي يصير في عندي الشكل هذا اللي حكينا اللي هو السيجمويد. تمام، او بيكون خط زي هيك هيك بعدين هيك. تمام، بس عشان هيك يعني التي ستيت زيه زي الميوجلوبين. تمام، حتى يصير حتى يرتبط مع اربع اكسجينات. تمام، بس هي الفكره اللي بوصلكم اياها. تمام، هلا في عندي تو مودلز للكو اوبيراتيفيتي اللي هو كونسيرتد اور سيكوينشال. الكونسيرتد موديل الام دبليو سي، تمام، بيقول لك انه عندي انا اصلا بالحاله الطبيعيه عندي حالتين من الهيموجلوبين، عندي التوت وعندي ريلاكست. تمام، هلا الفكره بدي اوصل لك اياها، اذا كان عندي الهيموجلوبين بحاله التي، تمام، ومليان اكسجين، يعني اربع غرف مليانات، واحده هي اكسجين، واحده تنتين ثلاثه اربعه، راح يكون عنده قابليه كبرى انه يتحول للار ستيت. تمام، لاحظوا السهم انه عنده الايكوليبريم رايحه لليمين،
بينما اذا كان الار ستيت ما في اكسجين راح يكون عنده قابليه اكبر انه يتحول للتي. تمام، بس هي الفكره يعني عشان نعجقه يعني. اكرر، هاي حاله التي وهي حاله الار. هلا التي اذا ما كان عنده اكسجين خلاص هو الهيموجلوبين موجود بحاله التي اصلا، واصلا اللي بيساعد على ثباته انه ما يكون عندي اكسجين، هي فاضي ما في عندي اكسجين هون، فهذا الشيء راح يثبته على الشكل هذا. هلا اذا هذا الاكسجين، هذا الهيموجلوبين التي توت اللي عنده لو افينيتي الاكسجين صار مليان بالاكسجين راح يتحول للحاله هي اللي هي الريلاكس ستيت، والعكس صحيح. يعني الريلاكس هيموجلوبين اذا خسر كل اكسجيناته غالبا راح يتحول للتي ستيت. تمام، وهذا المركب او هذا الموديل يفسر لي البوزيتيف كوبرتيفيتي، والحلو فيه انه بس موجود في عندي بس شكلين هيموجلوبين اللي هم التي والار اللي ذكرناهم، لا ثالث غيرهما. تمام، هلا السيكوينشال او الكي ان اف موديل في عندك واحدة تنتين ثلاث اربعة خمس اشكال الهيموجلوبين. تمام، وهذا يدعم النيجاتيف كوبرتيفيتي. تمام، يدعم النيجاتيف كوبرتيفيتي. عندك كوبرتيفيتي يعني دققوش على الإملاء صراحة والخط يعني اللي هي هاي يعني بس مع زائد يعني مع ناقص يعني. المهم هاي الكلمة زائد مع إشارة ناقص. المهم تمام، مع سيجمويدال بايدين كيرف. تمام، هلا أي واحدة منهم أحسن؟ بوث كان اكسبلين ذي سيجمويدال بايدين كيرف. تمام، ولكن هاي تحتوي على شكلين بس، تي ار التي ستيت والار ستيت. تمام، وهي بتفسر البوزيتيف كوبرتيفيتي افضل، ولكن الكي ان اف عنده حكينا خمس انترميديات اللي هم التي والار. تمام، وهدول الثلاث، وهو بيفسر النيجاتيف كوبرتيفيتي اكثر. تمام، اتس نوت اونلي ون هيموجلوبين. هلا انا عندي اكثر هيموجلوبين، يعني في عندي واحد بيكون بالامبريوجينيسيس، واحد بيكون عندي بالفيتال، واحد بيكون عندي بالادلتود، راح نذكرهم ان شاء الله. تمام، هلا هاي هذا الرسمه صراحه جميله، بتوضح لك مراحل نمو او تصنيع الهيموجلوبين من وين بيبدا. مثلا اثناء اول 6 اسابيع راح يكون باليوك ساك، بعد ال6 اسابيع راح يبدا تصنيعه من الليفر، بعدين السبلين، وحتى الولادة. بعد الولادة رح يبدأ تصنيعه، سوري، رح يبدأ تصنيعه بالبون مارو. هلا عندي أنا إبسلون، وعندي زيتا، عندي بيتا، وعندي جاما، دلتا، وألفا. تمام، خلينا أمسح عشان هلا اللي بدكم تعرفوه إنه أثناء الفيتا اللي هي أول 6 أسابيع بيكون عندي الزيتا والابسلون هما اكثر شيء. بعد 6 اسابيع من صار عندي 12 اسبوع راح يبدا عندي ظهور هيموجلوبين من نوع بيتا ومن نوع جاما اللي هو بيسموه الفيتال هيموجلوبين. راح يضل هذا موجود لحتى الولاده. تمام، هلا في معلومه لازم تعرفوها انه الالفا هيموجلوبين بيضل متواجد على طول من فتره الحمل لحتى البلوغ او حتى الوفاه يعني. تمام، بينما البيتا ما بيكون اثناء الحمل، اول الحمل ما بيكون موجود، وكمان الدلتا ما بيكون موجود اول الحمل. يعني الفكره بدي احكي الالفا هو بيكون موجود دائما، الفا اولويز. تمام، الفا اولويز، يعني هذا عشان تحفظه، اولويز تمام يعني اولويز خلاص يعني ماشي. المهم تمام، هلا الامبريونيك ستيج عن الهيموجلوبين حكينا بتصنع باول كم يوم من الامبريوجينيسيس.
هلا الميجر هيموجلوبين حكينا اللي هو الهيموجلوبين اي اللي هو عباره امبريونيك هيموجلوبين جاور 1 اللي هو بتكون من تترامر مكون من 2 زيتا و2 ابسلون. 2 زيتا 2 ابسلون زي 2 دبس، يعني ما لهمش دخل يعني، بس ما بعرف اذا في ناس توكل هذا الشيء، بس انه 2 زيتا 2 دبس يعني انه مع بعض يترافقون مع بعض، يعني يترافقان مع بعضهم البعض. المهم انواع اخرى من الامبريونيك هيموجلوبين اللي هم الالفا مع الابسلون، الزيتا مع الجاما، والزيتا مع البيتا، تمام؟ فبشكل عام الفيتال ستيج حكينا بعد 6 أسابيع راح يصير عندي تغير جذري بنوع الهيموجلوبين، وراح يكون الهيموجلوبين الطاغي اللي هو الفا تو جاما تو اللي هو بيسموه فيتال هيموجلوبين، تمام؟ لاحظوا هاي الجاما بيطلع بشكل كبير، هو اللي بيطغى على كل هيموجلوبين موجود على موجود بالدم، فمن اسمه فيتال هيموجلوبين، فيتال ستيج فيتال هيموجلوبين. هاي الملاحظة حكيناها، الفا بوليبيبتايد ريمين اون ذا ثرو اوت لايف اولويز، حكينا اي اولويز، تمام. هلا قبل الولادة بشوي رح يصير في عندي تغير كبير للادلت بي جلوبين، يعني لاحظ هون هاي الولادة شوف رح يصير في عندي زي انه زيادة كبيرة قبل الولادة وبعد الولادة حتى، بحيث انه نصير نعتمد على الالفا والبيتا، تمام. هلا اثناء الولادة عندي 60% من اللي حكينا الهيموجلوبين اللي هو الفيتال هيموجلوبين رح يكون لي جزء من الهيموجلوبين كله 60%، لما يصير ادلت الطفل هذا رح بس نلاقي فيه بس 1%، تمام. وهي الجاما بيتا وكير ان ذا بون مارو، هاي البون مارو حكينا عنها، هاي الفيتال سيلز و ادلت سيلز، يعني فيتال انه قصده يحتوي على فيتال هيموجلوبين، هيك مقصد. الان الادلت هيموجلوبين حكينا يتكون من تترامر ويسمى هيموجلوبين اي 1، تمام، هيموجلوبين اي 1، وفي يعني في اسامي هيموجلوبين اي، هيموجلوبين سي، هيموجلوبين اس، يعني هي امراض صراحة مش حنفوت فيها الان، في لها محاضرات خاصة ما حنتفصل فيها. هلا اهم شيء بداكم تعرفون الهيموجلوبين اي 1، تمام، بيساعد لي على زي انه حكينا على مراقبة مرضى السكري. هسه عندك الهيموجلوبين اي بصير زي انه جلايكوسيليشن مع الهكسوز او السكر، بيجي جلوكوز بيرتبط مع الهيموجلوبين مع مجموعة الفالين، فبرتبط مع الهيموجلوبين فبصير في عندي سكر، فهي بسموه هيموجلوبين A1C. هذا المركب أو هذا الإشي كثير 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 فادنا في تحديد إذا هذا المريض سكري ولا لا، أو هذا المريض أصلا بياخد أدويته ولا لا، أو هذا المريض مثلا أدويته مش ضابطة معه، وعلى هذا المنوال، تمام. هلأ في عندنا باليونايتد ستيت وحدة بيستخدموها، دقيقة وين راح الماوس، اللي هي برسنتج، دقيقة شو وين طلعت السلايد، سوري، عندنا باليوروب بيستخدموا الاي في الاي اف سي سي، تمام، وباليونايتد ستيت يستخدموا البرسنتج، وبالاردن كانوا يستخدموها، راح افهمكم اياها هسه اكثر، تمام. هذا الجدول يا سيدي العزيز اللي هو زي ما ملاحظين في عندي وحدتين اللي هي البرسنتج والميلي مول لكل مول. هلا ميلي مول هيموجلوبين مقسومة على المول لكل الهيموجلوبين، تمام. هلا انا عشان اخي الملم الافكار عشان ما يصير في عجقه، هلا عندي بلود فاستنج جلوكوز ليفل، مثلا انت هسه قاعد رحت على المختبر بياخذوا منك عين دم، فهي بسموها انت طبعا تكون صايم، فهي بسموها بلاد فاستنج جلوكوز ليفل، هاي اثناء اللحظه بياخذوها، تمام. هلا اتش بي 1 اي سي يعني زي انه بياخذ تقييم للكرونيك ستيت الك، تمام، وهذا شيء مميز فيه انه بيراقب كميه السكر او مثلا بيراقب مدى التزامك للدواء، تمام. فإذا أنت كنت ملتزم بالدواء هذا رقم المفروض ما يعني ما يكون كثير كبير يعني، تمام؟ هتوصل فيه هسه.
هلا في عندي اللي هي البيريود، انه هذا الرقم بده ممكن يتغير كل شهرين لثلاث، لانه بشكل منطقي اللايف سبان للبلاد سيلز اللي هي من 90 ل 120 يوم، تمام؟ عشان هيك هيموجلوبين جديد فبيطلع عندي قراءة جديدة، فراح نعمل فحص كل 3 4 شهور ممكن، او 6 شهور حسب الدكتور شو بيطلب، تمام. هلا السلبيات والليميتيشنز انه ما بيعطيك القيم، يعني انه مثلا خليني اقول لك، مثلا اليوم انت فحصت دم وفحصت ال اتش بي 1 سي مثلا طلع عندك 5، بكره حيطلع معك 5، بعد بكره 5، ما حيتغير، حيتغير بعد 6 شهور. اما السكري هذا الفحص السكر مو بيتغير من ساعه لساعه، وحتى من دقيقه لدقيقه عادي ممكن يتغير، فهي من الليميتيشنز تبعيته، تمام. هل هذا الجدول صراحة مهم؟ يعني الدكاترة بيحبوه. هل أهم شيء تحفظ لي إنه متى بيكون عندي الهيموغلوبين H1AC نورمال، ومتى بيكون دايابيتك، ومتى بيكون بري دايابيتك؟ هسا عشان لم الأفكار، أنا عشان عجقت الدنيا شوي هون. هلا هاي الوحدة بيستخدموها باليونايتد ستيت، وهي الوحدة بيستخدموها إن يوروب، تمام. هلا البرسنتايل 5 برسنتايل او 6 هي بتكون نورمال، 5 تواكبها 97 ملي جرام لكل دي سي لتر او ملي مول لكل لتر، هي وحدات مختلفة يعني لازم تحفظوها مع الاسف يعني. تمام. واذا نستخدم اليوروب سكيل، تمام، 31 97 5.4، هاي حفظ يعني صعب اساعدكم فيها، بس يعني ممكن اساعدكم انه 5 و6 هذول نورمال، فوق السبعة سبعة سوري 5 و6 و7 بيكون نورمال، بس 7 بيكون بري دايابيتك، يعني عشان دقة 7 بري دايابيتك، 8 وفوق سكري خلاص، 8 وفوق او 64 وفوق هذا سكري، يعني خلاص سكري سكري، يعني انت احفظ انه 5 و6 نورمال و7 بري دايابيتك، 8 وفوق دايابيتك، تمام. الله بعينكم صراحة. الآن عندنا موضوع الجينيتكس. هلا مقدمة بسيطة بس قبل ما نخوض بالموضوع هاد. هلا احنا بنعرف انه الهيموجلوبين عبارة عن شو؟ عبارة عن جلوبيلار بروتين ينقسم الى 4 اقسام، الفا 1 بيتا الفا بيتا، بغض النظر عن ترتيبه 1 1 2 2. هلا هذا القسم مثلا، او هذا القسم اذا ناخده، هذا وين جاي؟ هذا جاي من عملية ترانزليشن ترانسكريبشن وبروتين سينثيسيس، يعني هذا اذا نمشي نفرطه بيطلع زي هيك، بروتين بوليبيبتايد من احماض امينية، تمام، احماض امينية معينة. حكينا اصلا الفا سب يونت عبارة عن 141 حمض امين، تمام. فهذا التركيب كله كيف اجا؟ عن طريق البروتين سينثيسيس. طب في عندي عمليات سابقه تسبق للبروتين سينثيسيس اللي هي الجين ترانسكريبشن. هلا هذا مثلا نعتبر هذا الكروموسوم، تمام، في عندي مثلا في جينات كثير، هذا جين واحد، جين اثنين، جين ثلاث، جين اربعه الى الاخر. فهذا الجين راح يفرز لي بروتين اكس مثلا، وهذا راح يفرز لي بروتين واي، وهذا A مثلا، وهذا C، تمام. بس بغض النظر، فكل بروتين سواء كان الفا بيتا او حتى جاما مثلا، اذا مثلا نحكي عن الفيتال هيموجلوبين مثلا، اذا كنا مثلا احنا بالفيتال ستيج مثلا بيكون هيك الشكل، هذا بالفيتال يعني واحد عمره 12 اسبوع بطن امه، يعني هاي الجاما وهي الالفا، هاي جاما هاي الفا. فنعم الفا جاما جاما الفا بغض النظر 1 1 هاي 2، فبده يكون نفس الشيء ينطبق عليه، تمام. بس هاي الفكره انه هاي البروتينات هاي جايه من جينات معينه بيصير لها ترانسكريبشن بعوامل محفزه بتحفز لي الترانسكريبشن تبعها، راح نتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله، بس هي مقدمه قبل الخوض بالبقيه. الان الجينات جين ذي جينز. هلا في عندنا كروموسوم رقم 16، عندنا كروموسوم رقم 11. هلا كروموسوم رقم 16 بدي اياك تعرفي انه بيحتوي لي اللي هو الالفا والزيتا جينز، بينما الكروموسوم 11 يحتوي على الابسلون
الجاما هاي الإبسلون جاما دلتا بيتا. هلا أهم شيء أنا بديك تعرفه أنت يا زميلي العزيز أنه كروموسوم 11 فيه البيتا كروموسوم، بينما 16 يكون فيه الألفا، لأنه في أمراض الألفا تلاسيميا البيتا تلاسيميا مثلا، هدول بيقول لك مثلا بأي كروموسوم بصير تقول له 16 و11، بس هي هاي الفكرة يعني. هلا هون في معلومة بيقول لك genetic switching is controlled by a transcription factor dependent developmental clock independent of the environment. يعني مختصر في الأفروض لك الكلمة هاي إنه لما يصير في عندي مثلا إخراج للألفا جي مثلا مع الزيتا مثلا، تمام؟ هذا إشي ما بيعتمد على العوامل المحيطة، بيعتمد على عوامل داخلية، ساعة بيولوجية داخلية عندي جوا جسمي، ساعة بيولوجية تتحكمي بإفراز البروتينات المعينة. يعني مثلا بالفترة الفلانية بصير عندي إفراز الألفا، بفترة معينة عندي إفراز البيتا، بس فترة معينة بس إفراز الجاما، وعلى هذا المنوال. يعني لو أنا هلأ جبت واحد مثلا عمره مثلا 10 سنين من السنغال، واحد عمره 10 سنين من جورجيا، وفحصت نوع الهيموغلوبين، غالبا غالبا راح يطلع عندهم نفس الهيموغلوبين اللي هو الفا بيتا شين، تمام؟ اللي هو الالفا هيموغلوبين اللي هو هذا يعني اتش بي 1، تمام؟ بس احنا بس انا بدقق على السب يونتس، هم الالفا والبيتا، تمام؟ جبت واحد عمره مثلا واحد عمره مثلا 9 شهور، راح الاقي عنده فيتا الهيموغلوبين نفس اللي واحد عنده مثلا، حكينا مثلا هذا خلينا نعتبر هذا من السنغال جاي، وجبت واحد عمره 9 شهور يعني مولود حاليا، يعني قصدي خلص 9 شهور من الحمل، تمام، من جورجيا مثلا، راح الاقي عنده اللي هو الجاما والالفا، تمام. بس هي الفكره اللي توصل وضح تماما. فهي هي الفكره برمتها الان. هلا في عندنا شيء اسمه بروموترز، في عندي ريجوليتوري سيكونسز اكتيفيت. هلا بروموتر ايش يعني بروموتر؟ بروموتر هو بيكون عباره عن جزء بالجين، تمام؟ اذا انا قدرت احفزه عن طريق الاكتيفيتر راح يصير عندي ترانسكريبشن للجين المسؤول عنه، مثلا اتش اس 40 مسؤول عن الالفا والزيتا اللي هو هذا كله بسموها الالفا كلاستر، تمام؟ انا قدرت احفز هذا البروموتر عن طريق بروموتر عن اكتيفيتر معين بغض النظر شو هو، راح يصير في عندي زي انه تحفيز لاظهار، مو انتاج، خلينا نحكي دير بالك اظهار، هذا راح يتم اظهاره، يعني هذا مثلا يكون مغبش عليه، تمام؟ لما هذا يشتغل هذا الغباش كله بيروح، يعني مش غباش خلينا نحكي انه يكون مثبط، لما هذا يتحفز هذا اظهاره راح يتحفز، تمام؟ عن طريق الاكتيفيتر، واذا صار في عندي سايلنس مثلا ثبطته عن طريق السايلنسر ما حصير في عندي ترانسكريبشن او اظهار لهذا الجين. انتم مش ماخذين جينيتكس، اي ثينك تاخذوها الفصل القادم باذن الله تعالى، فبس هاي المعلومات بدك تعرفها. هلا هذا الحكي على كروموسوم 16، عندي الاتش اس 40 هو بدك تعرفه اللي هو الالفا جين كلاستر از كنترولد باي اتش اس 40 ريجن، اوكي؟ هذا بس بدك تعرفه تطلع من الفكره هاي. هلا عندي البيتا جلوبين كلاستر از كنترولد باي ا ماستر انهانسر اللي اسمه لوكاس كنترول ريجن، نفس الفكره، عندي سيكونس معينه نيوكليوتايدز، تمام، تتحكم لي بالكلاستر هذا. هلا النقطة اللي احكيها هسه، هلا هاي سلايد شوي ممكن تعجبكم، بس انا بدي اياك انه هذا ينطبق على البيتا والالفا. وين راحت الماوس؟ ايوه البيتا والالفا. هلا بدي اياك ركز معي هسه، هذا زي شايفين هالشكل، هذا بدي ارسم زيه، بس هون هلا عندي انا شيء اسمه ال سي ار اللي هو حكينا اللي هو البروموتر للبيتا كلاستر، خلينا نعتبر انه هذا هون هو هذا البروموتر، تمام؟ خلينا نغير اللون، وهذا مثلا نعتبره الجاما جين، تمام؟ وهي الجاما جين، هذا الجاما، تمام؟ وهذا هون البيتا، تمام؟
وبدي اياك تعرف انه هي الشريطه زي درج كهربائي بتحرك من اليسار لليمين، يعني هذا اتجاه حركته، تمام، لهذا الشريط. هلا الفكره اللي بوصل لك يا عزيزي الدكتور، انه ال سي ار هذا اللي هو البروموتر هذا، عن طريق ميكانيزم معين، ترانسكريبشن فاكتورز معين، بروتينات واتحادات وانتراكشنز معينه ما حنذكرها هسه، لما يقرب على الجاما جين راح يسوي زي انه ترانسكريبشن له، اظهار له، تحفيز له. هذا الترانسكريبشن راح يوصل لمرحله الترانزليشن، الترجمه عن طريق الام ار ان اي، ومن الام ار ان اي راح يصير في عندي انتاج اللي هو الجاما جلوبين اللي هو البروتين. يعني المختصر المفيد اللي بدي احكي لك اياه، انه هذا ال سي ار لما يعمل لي عمليات معينه مع الجاما جين، تمام، راح يظهروا، لما هذا الجين يتم اظهاره راح يصير في عندي زي انه ترانسكريبشن له، وبعدين يصير في عندي ترانزليشن، ويصير في عندي بروتين سينثيسيس. بس الفكره بدك تعرف انه هذا ال سي ار راح يتحكم باظهار هذا الجين اللي هو الجاما، لما يتحكم فيه راح يصير عندي ترجمه للبروتين اللي هو الجاما جلوبالين، تمام. هلا احنا حكينا انه هذا البروتين، هذا ال سي ار سيكونس هذا راح يتحرك من اليسار لليمين، فهذا بعد فتره راح يوصل لهون، تمام، هذا المكان الجديد لل سي ار، تمام، معلش على الخط هذا، انسوا سام هذا، تمام، وصار محاذي للبيتا جين. لاحظوا صار محاذي للبيتا جين. هلا هذا الجاما راح يوقف انتاجه خلاص، انه ال سي ار بطل قريب منه، بطل يعمل انتراكشنز بينه وبين الجاما، فهذا كل الشغل بوقف. صير عندي شغل جديد اللي هو صير عندي افراز، او سوري، ترانسكريبشن للبيتا جين، تمام. ال ال سي ار بيتحرك من اليسار لليمين زي درج كهربائي، هيك الشريطه هيك بتحرك لهون، تمام، بصير في عندي زي انه ترانسكريبشن واظهار للبيتا جين، والبيتا جين حكينا بصير يفوت بعمليات معينه، ترانسكريبشن، ترانزليشن، حتى يصير عندي بروتين سينثيسيس اللي هو بيعطيني اللي هو البيتا جلوبين، تمام. هلا الفكره بدي احكي لكم، هي البيتا اللي حكينا عنه هسه، البيتا جلوبين انتاجه بصير بعد الولاده، تمام، او بالادلتهود، تمام. فهذا الشكل بصير بالادلت، يعني الحركه هي تحرك من اليسار لليمين بصير لما توصل الزلمه ادلت. هلا اثناء الفيتال بيريود راح يكون هذا الشكل هو الطاغي، تمام. هذا عجقه صار هسه، امسحه وبعيد الشرح من جديد، بس راح اشرح الرسمه. هاي ال سي ار حكينا عنها، وهاي الجاما، هاي بفتح مرحله الفيتال، تمام. بالفيتال حكينا راح يصير عندي انتاج الفا وجاما سب يونت، تمام. ال ال سي ار عن طريق انتراكشنز معينه وطرق معينه راح يصير في عندي اظهار للجاما، الجاما هاي راح يصير عندي زي انه ترانسكريبشن ترانزليشن حتى تنتج لي اللي هو الجاما جلوبولين اللي هو هاد، تمام. هلا بعد مرور زمن، بعد ما يكبر الطفل، حكينا انه هذا هي ميكانيزم تعتمد على الساعه البيولوجيه الداخليه، هاي الحركه، هذا السيكونس سوري، راح يتحرك من اليسار لليمين باتجاه هذا الاتجاه، راح يوصل لهون اللي هو كما هو بالاتي هون، فراح يرتبط او راح يقترب من البيتا جين، مكان البيتا جين، راح يصير له تحفيز او يصير له ترانسكريبشن لهذا الجين، ويصير في عندي انتاج للبيتا جلوبولين. هلا النقطة اللي أنا بدي أشرح لكم إياها، الفكرة اللي وصلت إياها الدكتور ركز عليها، اللي هي التريتمنت. هلا نحن بنلاحظ إنه هاي الحركة إنه زي إنه دي أنا شريطة، زي الشريطة بتحرك من اليسار لليمين زي هيك. هلا إذا أنا قدرت إني أتحكم بهاي الشريطة، إنه متحكم مثلا بدل ما تروح من اليمين لليسار، من اليسار لليمين، يعني بدل ما أتحرك من اليسار لليمين، إذا قدرت أتحكم فيها من اليمين لليسار ممكن أعالج أمراض معينة. يعني خلينا نمسح من جديد، اذا صار في عندي عطل بالبيتا جين، مرضى التلاسيميا مثلا، تمام، اذا قدرت امسك هذا اللوكس ريجن واخذها لليسار بحيث انه ترجع لهذا الزمن، لهي الفتره، بقدر اتخلص من مشكله البيتا جين، انه هذا البيتا اصلا بيكون معطوب، فالبيتا جلوبولين بيكون معطوب، فانا اذا قدرت اتخلص من هالنقطه هاي وحرك الشين او الشريطه هاي من اليمين لليسار بحيث انه وصل لهون،
بقدر احل مشكله الجين هاي. تمام، يصير في عندي بدال الفا جا الفا بيتا، هاي الفا بيتا معطوبه، طبعا هاي معناتها معطوبه. تمام، تو تو بتخلص منها بالطريقه هاي، اني احرك الشريطه من يمين لليسار. تمام، بصير في عندي الفا 2 وجاما 2. تمام، وهي الطرق العلاج يعني ممكن نكتشفها ان شاء الله، ان شاء الله نكتشفها، واتوقع اكتشفناها، بس اتوقع الجين ثيرابي غالي كثير هسه. بغض النظر، انا هي اسئله سنوات اخ من اردنيه عندكم. تمام، هلا بقول لك the right arrangement of the hemoglobin chains synthesis in the human. كيف يعني؟ هو بيطلب منك ترتيب صناعة الهيموغلوبين على مدى حياة الإنسان. فهو الجواب طبعا بي. ليش بي؟ it start in the yolk sac then liver and in the bone marrow. وهذا التوضيح له. لاحظ كيف هو شيء بيبدأ من اليوك ساك، بعدين ليفر، بعدين سبلين، بعدين بون مارو. تمام، الآن the R form of the hemoglobin is stabilized by. الجواب هو A. hydrogen bonds between ASN of the beta chain and the aspartate of the alpha chain. يعني هاي شوف، لاحظ حكينا، احنا حكينا بال R form مش ال T، حكينا على ال R form. R form بنحكي عن الاسبرجينين بالبيتا شين، بيتا 2 بيرتبط برابط هيدروجينية مع الاسبرتيت اللي هو موجود على الالفا 1 شين. تمام، بري دايابيتس از كاركترايزد باي هافينج ذيس لاب ريزلت اوف جلوكوز. الجواب ايه، احنا حكينا الجدول كثير مهم تحفظوه. ف 7% بالمقياس الامريكي 7%، تمام، او وبيعطيني 155 ملي جرام دي سيليتر. تمام، وهي الجدول احنا حكينا احفظوا انه السبعة فوق السبعة بيكون دايابيتس، سبعة بري دايابيتس، خمسة وستة بيكون نورمال. اوكي، واحفظوا هدول. طبعا بقول لكم which of the following regarding heme structure and abnormalities is correct. الجواب هي لانه الهيم يتكون من تترا بايرل رينج with four methyl group and two vinyl and two propionate group. وهي تركيب الهيم، هاي التروب two propionate group، وهاي ال one two three four viral rings، وهاي الفينل، وهي أربعة، وهي واحدة مثل، تنتين ثلاث أربعة مثل جروب، وهي الفينل جروب الثاني. تمام، وشكرا لإنصاتكم وموفقين يا رب.